الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لو قيل لأحدنا أنه سيظهر منه كبير من الأمراء أو أمير من الأمراء، فإنه سيستعد لقضائه أحسن استعداد، فما بالكم أنتم مقبلون على شهر الصيام فيه من المحاسن والفضائل ما فيه. فالله عز وجل يقول: ينادي عن المؤمنين بأفضل عبارة وبأفضل نداء إليهم فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لهم: يا أيها الناس، وإنما يقول: يا أيها الذين آمنوا، أيها الموحدون، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما فرض على الأمم السابقة، حتى لا يظن البعض ويزعم البعض أن هذا فيه مشقة على أمة الإسلام. ولقد فرض من في الصيف على قوم نوح فصاموا، وفرض على قوم موسى وابراهيم وقوم اسماعيل وقوم عيسى فصاموا، وهو ايضا كما فرض على هؤلاء فرض على امه الاسلام. وغايه عظيمه التي من اجلها شرع الله الصيام لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم رمضان، فكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك بماذا؟ شهر مبارك بما فيه من الفضائل، شهر مبارك من صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر مبارك من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر مبارك وشهر القران، شهر الرحمن، شهر الغفران، شهر العتق من النيران، شهر الاحرار، شهر الجهاد في سبيل الله، فيه من الفضائل ما فيه، شهر مبارك. فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء، تفتح فيه ابواب السماء، وتغلق فيه ابواب الجحيم، وتغلق فيه مرضة الشياطين، فيه ليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اخبر ربنا في كتابه: هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن رجب رحمه الله عليه ابن رجب بن حنبلي: هذا الحديث هو اصل في التهنئة برمضان، بقدوم رمضان، انه من السنة ان تبشر اخوانك المسلمين بقدوم رمضان. وكيف لا؟ وكيف لا نبشر الناس بفضل رمضان وبصيام رمضان؟ وقد وردت اخبار كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر العظيم، نكتفي بذكر بعضها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه سبحانه، انه قال: كل عمل لآدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل لآدم، كل عمل
صلى الله عليه وسلم له إلا الصوم، فإذا أريد أن أجزي به وأن أجزي به. لماذا الصيام؟ لماذا الصيام يقوم عنه الرب سبحانه وتعالى ويخصه بأنه له؟ لماذا؟ لأنه العبادة الوحيدة التي تمنع المرء من ملذات الدنيا وشهواتها، ولأن الصيام هو سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يصلي الرجل تصنعا ورياء، وقد يحج الرجل تصنعا ورياء، وقد يتصدق الرجل تصنعا ورياء، بل قد يجاهد الرجل تصنعا ورياء ويقرأ القرآن تصنعا ورياء. إنما الصوم والعبادة الواحدة التي لا يعلم بحالك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع على حالك إلا الله سبحانه وتعالى. فالصوم عبادة جليلة. فكما روى أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل الرجل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام من هو العمل الذي دله عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له عليك بالصوم فإنه لا عند له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا عند له ولا مثل له. من صام يوما في سبيل الله ما عرض الله بينه وبين النار 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يوم واحد في سبيل الله تصومه ايمانا واحتسابا، لا تصوم عن ولا رياء، تطوبه وانت تعلم ان الله قد فرض عليك وتحتسب الاجر عند الله عز وجل. وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، وايضا يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا، وفي رواية يجعل الله بينك وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وكيف لا؟ وكيف لا نبشر الناس برمضان؟ ورمضان قد ثبت في فضيلته حديث عظيم، حديث يجعل المسلم يشكر الله عز وجل على نعمة إدراك رمضان. والله إن إدراك رمضان لنعمة تستوجب الشكر، وتحتاج منا أن نشكر الله عز وجل على أن يبلغنا رمضان وعلى أننا رسول رمضان. هذا الحديث الذي رواه هو الصحابي الجليل أبو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من بني من قبيلة بني، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وحسن إسلامهم، وكان ولكنهم كان هناك رجلين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر يعني يصلي فقط الصلوات الخمس لكنه ليس مجتهد في العبادة. فاستشهد الرجل المشترك في العبادة أولاً، الرجل الذي يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويفعل أعمال الطيب والبر وكذا وكذا، بيزيد عن الآخر في نوافل وبأعمال كثيرة من أعمال الباب. لكن هذا الرجل المشترك الأكثر اجتهاداً وتعبداً لله مات أولاً، مات أولاً. فأخطأ حتى ابن عبيد الله، ثم بعد سنة مات رجل الآخر، رجل أقل شهادة في العبادة مات. يقول طلحة بن عبيد الله قدمت ليلتي فرأيت في المنام أنني أقف عند باب الجنة، فرأيت الرجل الذي مات بعد الأول بسنة اللي هو أقل شهادة في العبادة أنه دخل الجنة أولا وأذن له أولا، ثم بعد ذلك أذن للرجل الذي قتل في سبيل الله وكان أكثر اجتهادا أذن له بعد ذلك، ثم جاء هو ليدخل فقالوا له لم يدخل لسه لم يأتي دوره،
فلما أصبح أحد يخبر الناس بهذا الخبر، فلما رأوا هذا الأمر تعجبوا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قال لكم: أتعجبون من ذلك؟ مما تعجبون؟ أليس هذا الرجل قد عاش بعد موسى؟ أليس هذا الرجل قد أدرك بعد رمضان؟ وصام كذا وكذا؟ أليس قد سجد بعده كذا وكذا؟ اعلموا أنه ما هو الذي نفسي بيده يحدثون منه، أن ما بين الرجل هذا والآخر كما بين السماء والأرض. عظيمة، نعمة عظيمة أن يبلغك الله رمضان، لكن كثير من الناس كيف يستقبلون رمضان؟ هل استقبال رمضان بالزينة؟ هل استقبال رمضان بشراء الحلال والطعام وملء الثلاجات والمبردات بالأطعمة والفواكه والحبوب؟ ليس لازم استقبال رمضان، إنما رمضان جعل من أجل أن تتقي الله عز وجل، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. كان السلف الصالح كما روى هذا الرجل المعلى بن الفضل يقول: كان يدعون الله ستة أشهر أن يبلغه رمضان، ستة أشهر أن يبلغه رمضان، قبل رمضان ستة أشهر يا رب لنا رمضان، يا رب لنا رمضان، فإذا من قضى رمضان دعوا الله ستة أشهر من أجل أن يتقبل الله منه رمضان. إنما يتقبل الله من المتقين. هذا إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل يكنيان بيت الله أعظم بيت على وجه الأرض، وبالرغم من ذلك يقولان: ربنا أقمت عنا إنك أنت السميع العليم. فليست العبرة بالأعمال، وليست العبرة ببلوغ رمضان، إنما العبرة لأنك تبلغ رمضان ثم تصومه إيمانا واحتسابا، أو تقوم وتصومه إيمانا واحتسابا، ولا تحرم من قيام ليلة القدر التي هي خير من الشهر. كثير من الناس هناك استعداد من هؤلاء الإعلاميين وهؤلاء السعوديين وهؤلاء الساقطين والساقطات، هؤلاء الفنانين شياطين إشغال الناس في رمضان. 11 شهرا يعملون من أجل ماذا؟ من أجل صد الناس عن القيام في رمضان، من أجل إيهاء الناس وإشغالهم في رمضان عن طاعة الله عز وجل. ثم نأتي نحن ونقول: لا تسمع لهذا المسلسل، لأن هذه الفنانة كتبت على رأسها وجبهتها كلمة لفظ الجلالة. ثم المسلسل الآخر تسمعون ما هذا العبث؟ لا نسمع لا هذا ولا هذا، انما نشجع قراءة القرآن. لا تسمع لا فيلم تركي ولا هندي ولا مسلسل كذا وطني ولا كذا، انما انت في رمضان يشغلك وسرك الشاغل هي طاعة الواحد التيار هي قراءة القرآن، فانت في النهار في طاعة الله عز وجل، في الصيام تحفظ لسانك، تحفظ سمعك، تحفظ جوارحك من معصية الله عز وجل، لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، احفظ سمعك، إذا صمت فليصم سمعك، إذا صمت فليصم بصرك، إذا صمت فليصم جوارحك، لتصم يديك عن الحرام، ليصم نظرك عن نظرك إلى الحرام، تنظر إلى هذه الممثلة، تنظر إلى هذه الساقطة، وتضيع الفضل في الدين والقرآن.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليه الصلاة والسلام أنه يقول كل ذكر الله عز وجل مقبول. اللهم سلم لنا وأطعم وسلم لنا وأطعم وتسلم لنا وتقبل. ليست العبرة أنك تدرك رمضان تدخل يدرك رمضان العاصي يدرك رمضان والغافل يدرك رمضان ودائم الصلاة يدرك رمضان بل الكفار يدركون رمضان. لكن من الذي يغتنم رمضان؟ من الذي يربح في رمضان؟ ومن الذي يخسر في رمضان؟ الرابحون في رمضان هم الذين يحققون تقوى الله عز وجل. يخرج من رمضان فتتغير حاله، يخرج من رمضان بحال بشدة الإيمان. بعض الناس إذا رأى الناس تقبل في رمضان على الطعام لا 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 يحتاج طعام، إنما هذا يسميه دائما الله رجع إلى الله نشجعه على الطاعة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقره الله عليه، ويدل عليه حديث الرجل كما في حديث ابي طلحه بن عبيد رضي الله عنه وارضاه: لقد اطلع منا واهل الملام فيما سال الرسول ايس قصرنا كذا ايس قصرنا كذا فانه لا بد من كان في السماء والارض. قال: ان الله جعل رمضان نورا لخلقه يستبقون فيه الى مراته، فسبق قوم فماتوا وتخلف اخرون فقالوا. فالعجب العجب من هذا اللاعب الضاحك في اليوم الذي يكون فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون أخي الحبيب، احرص على أن تكون من الفائزين في رمضان، وإياك أن تكون من الخاسرين في رمضان. كثير من الناس حزن حزنا شديدا وحفظ وجدت البكاء والحزن على وجوه الناس. نعم نحن نحب مصر وكنا نريد لها ونريد ان تكون في اعلى المواقف، لكن رايت وجوها حزين كئيب من اجل خساره مباراه كره القدم. من لا يحبس؟ كلنا نحب الله، لكن هل هذه هي الخساره؟ الخساره الحقيقيه أن تكون الجنة عرض السماوات والأرض ولا يكون لك موضع قدم في هذه الجنة. الخسارة الحقيقية أن تكون الجنة لك ثمانية أبواب ما بين الباب مساحة كما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب ولا تفتح لك. الخسارة الحقيقية أن تطلق وتدرك رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له فقلت أمين. الخسارة الحقيقية أن يكون لك أبوان أو أحدهم ولم تبره ولم يكون سببا في دخولك الجنة. الخسارة الحقيقية أن تؤثر الحياة الفانية على الحياة الباقية وهي الآخرة. الخسارة الحقيقية أن تصوم وتتعب، تصوم بالنهار وتتعب بالليل، ثم أنت بعد ذلك من المفلسين، ثم أنت إذا حرمتك من الصيام إلى الجمعة والعطش كما أخبر الحبيب. الخسارة الحقيقية أنك تقوم الليل وتبكي، ثم أنت بعد ذلك تقتال المسلمين وتغتشي وتقطع الأرحام وتفعل المنكرات، تصلي بالنهار وتصوم بالنهار، ثم إذا ما أسئل المغرب ماذا يصنع؟ العلم الشيشة يجلس فيدخن أو يستمع إلى هؤلاء الساقطين والساقطات. ضيع صيامه من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة منه وضع طعامه وشرابه. الخسارة الحقيقية هي أنك يفوتك هذه الفضيلة، فضيلة إدراك رمضان، وتخرج من رمضان وأنت خاسر بل أنت ذنبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم
الله.